اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات كواليس مع وسيم احمد. والحقيقه النهارده هنتكلم عن هيثم حسن، اللاعب المصري التونسي الفرنسي اللي بيلعب طبعا في نادي فياريال الاسباني ومعار لنادي ديبورتيفو ميرانديز في الدرجه الثانيه في اسبانيا، لان الحقيقه الكلام كتير قوي في الايام الاخيره بعد اقصاء مصر من تصفيات كاس العالم 2022 وتاهل تونس لكاس العالم. الكلام كتير قوي، الكلام والاشاعات بقت كتيره، الكلام واللي بيوصلني في تعليقاتكم دايما على صفحتي على اليوتيوب او على الفيسبوك هو خلاص هيثم حسن اختار، مش سؤال ده بيجيلي يعني تأكيد من ناس كتير جدا سواء في تونس او في مصر انه خلاص هيثم حسن هيشارك مع منتخب تونس في كاس العالم. ده هيكون موضوع حلقتنا النهارده، بس قبل ما ندخل في التفاصيل ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه عشان توصلكم دايما الفيديوهات اول باول، وكمان تعملوا شير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن من المتابعين. يلا بينا ندخل في التفاصيل. مبدئيا قبل ما اقول اي حاجه للي ما عرفش مين هو هيثم حسن، فهو لاعب زي ما قلت في الانترو مصري تونسي فرنسي بيلعب في فياريال ومعار لنادي ديبورتيفو ميرانديز الاسباني في الدرجه الثانيه، وهو لاعب عمره دلوقتي 20 سنه وهو مواليد 2002 وبيلعب في مركز الوينج رايت او الوينج ليفت. ولاعب للي ما شافوش قبل كده هو لاعب مهاري جدا، اسلوب لعبه مختلف ومميز جدا، عشان كده دايما هتلاقي فيه كلام كتير عليه ما بين الاشقاء في تونس وبين عندنا في مصر، ودايما في مناوشات كده ومنافسه على مين يضمه في الاخر ويمثل مين ما بين مصر وبين تونس، بالرغم انه لسه في طرف ثالث مش محطوط في الحسابات وهو منتخب فرنسا. والحقيقه انه في ناس كتير بتقول انت بتتكلم عن هيثم كتير جدا، اللاعب ما يستاهلش، وفي ناس بتسالني هو انت ليه بتتكلم عن هيثم كتير؟ وهنا انا لازم اوضح انا ليه دايما بركز في كلامي عن هيثم، لان دي وجهه نظري الشخصيه، انه هيثم عنده قدرات فنيه مختلفه وماشه مختلفه عن اللي موجود عندنا في مصر، وبالتالي لازم اقاتل لحد الرمق الاخير في ان انا اضمه لمنتخب بلدي. زي ما انتم عارفين انا طول الوقت بتواصل مع كل مدربي المنتخبات المصريه، بتواصل مع كل اللعيبه اصحاب الاصول المصريه اللي موجودين في اوروبا عشان خاطر نستفيد منهم ونطور اداء منتخباتنا المصريه بمختلف اعمارها، وبالتالي بشوف واحد زي هيثم يقدر جدا يكون مختلف ويكون اضافه لمنتخب مصر الاول، مش حتى بتكلم على الاولمبي او شباب، بتكلم على منتخب مصر الاول، لانه زي ما بقول قماشه مختلفه تماما، ويمكن اعرض لكم بعض اللقطات وتشوفوها على الشاشه بتبين ان هيثم فعلا لاعب مميز جدا وعنده قدرات مختلفه وحلول مختلفه يقدر ان هو يقدمها لمنتخب مصر او حتى لمنتخب تونس، ولكن هنا انا بتكلم بصفتي مصري فاكيد بتمنى ان هو يمثل منتخب مصر، وفي الاخر لو لعب لمنتخب تونس ففي الاخر دول اشقائنا، وكل التوفيق لمنتخب تونس، وحتى لو لعب لفرنسا في الاخر فكل التوفيق لهيثم اللي هيفضل اكيد هو ابننا في الاول وفي الاخر. طب نيجي بقى للسؤال الاهم الخاص بحلقتنا النهارده. دلوقتي بعد ما مصر خلاص ما وصلتش كاس العالم وتونس اتاهلت لكاس العالم، هيثم فعلا حسب قراره والاتحاد التونسي قدر ان هو خلاص يحسم الملف ده وهيثم فعلا الموضوع بقى منتهي وهيكون موجود في كاس العالم مع تونس زي ما الكلام بيتقال؟ اقدر اقول لكم انه الاجابه لا، مش صحيح. هيثم لحد هذه اللحظه هو الراجل مركز مع نادي فقط وقافل على نفسه موضوع ان هو يلعب مع منتخب تونس او منتخب مصر، وانا يمكن قلت لكم قبل كده من فتره انه مش فكره الكاس العالم هي اللي هتحسم قرار هيثم، مش فكره مين المنتخب اللي هيتاهل لكاس العالم هي اللي هتخليه يختار هو هيمثل مين ما بين مصر او ما بين تونس، هيثم مش بيفكر بالشكل ده، وبالتالي هو حتى هذه اللحظه طبعا لا ما خدش قرار ان هو يمثل منتخب تونس. طيب الكلام اللي بيتقال انه خلاص الموضوع اتحسم، الكلام ده مش حقيقي وغير صحيح على الاطلاق. هيثم ما اداش اي موافقه لمنتخب تونس حتى هذه اللحظه ان هو خلاص هيمثل المنتخب التونسي في كاس العالم. طيب سؤال، هل ممكن من هنا لحد البطوله في شهر 11 هيثم يدي موافقه لمنتخب تونس؟ اه طبعا وارد، انا ما بقولش انه مش هيحصل، لكن وجهه نظري وده انا مش بقوله نقلا عن اللاعب او على لسان اللاعب، لكن انا بقول توقعي الشخصي بناء على متابعتي الموقف ككل، توقعي الشخصي 90% هيثم مش هيدي موافقه ان هو يكون موجود مع منتخب تونس في كاس العالم. ما بقولش انه مستقبلا مش هيمثل تونس، وارد جدا مستقبلا يمثل مصر، يمثل تونس، يمثل فرنسا، فلازم اكون دقيق في كلامي.
عشان تبقى الامور واضحه. انا بتكلم عن كاس العالم اللي جايه اللي هتكون في شهر 11. وجهه نظري من خلال متابعه الموقف 90% هيثم مش هيدي موافقه لمنتخب تونس انه يكون موجود معاهم في كاس العالم، 10% فقط لانه الاتحاد التونسي هيبذل لسه محاولات تانيه، واكيد هيتواصل مع لاعب تاني وتالت ورابع في الفتره اللي جايه عشان خاطر يقنعه ان هو يكون موجود مع المنتخب في كاس العالم. فهل ممكن يكون موجود؟ ممكن، لكن زي ما بقول النسبه لا تتعدى 10%، ولكن 90% ودي شبه اكيده هيثم مش هيكون موجود مع منتخب تونس في كاس العالم، وهيستمر ان هو ياجل فكره التمثيل الدولي في الوقت الحالي، لان زي ما بقول هو عنده الفرصه انه يلعب لمصر وتونس وفرنسا، وفكره ان هو يستعجل وياخد القرار بالنسبه له مش هتكون خطوه او مش هتكون الاختيار الانسب ليه في الوقت الحالي. فتاني مره تانيه باكد انه الكلام اللي بيتقال عن انه هيثم حسم قراره او ان الاتحاد التونسي حسم الملف لصالحه هو كله غير صحيح على الاطلاق، وحتى الان ده لم يحدث، وهيثم لحد دلوقتي ما اداش موافقه للاتحاد التونسي على المشاركه في كاس العالم مع منتخب تونس. دي كانت حلقه النهارده، لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في حلقه جديده من كواليس.